السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم غادي نروحو لجزيرة الأميرات. كما راكم تشوفو رانا هنا في كاباطاش. اللي بغى يجي وحده ولا المهم يجي ستاسيون تاع كاباطاش هادي، ويدي الباخرة اللي رايحة إلى أدالار. وصلنا اخوتي ابري واحد الساعة ونص، دروك وصلنا الجزيرة. اخوتي كنت ناكل، حطيت هذه شوية، حطيتها شوية صار شي حاجة. جا هذا، جا هذه، جا هذا، جا هذا، صار كاع جاو كاع كاع جاو. تضرب جولة هنا في جزيرة، قد غيب هذه يضربوا بك دارة ميني بيز لا سيبك سنة، وقد قد تدي فيلو تضرب واحدة جولة. سما دروك سنة حوسوا على وين يكرو لي فيلو. تشوفوا هنا يكرو الفيلو سقسو شعر. How much? Okay. I want to rent one. Give me one ID card. هذي خوتي كرينا فيلو 25 ليرة بالساعة. مليحة زعما الساعة شباب. أيوا خلصة ما تخلصش في الأول. كل تكمل يا ساعة دي عندها عاد تم تخلصها، تما كي تكمل تخلصها ويدي لك يدي لك ايدونتيتي كارد بيرمي نكوا باسبور يديها لك بعدا اون كارد تخون هناك تخونها على ولا
كنتي تبغي دير هكا فيلو ولا تركب كيما هذا في الميني بيز عشان تخلص ويضرب بك دورة. صايم من احسن فيلو انا رياضة. خاف دي صار اخوتي كنت نسوق في ترى هذا المنظر حبست اتشو وادي نايا صرا هيا راه شويه مزبلق منظر اخوتي ولا اروع. هذه راهي مهجورة قلع ولا هذه مدققة هذه يا مصري كيلو كاع صال اخوتي كنت فايت صاحبي قاعد مقبرة تاع مسيحيين يا عدر اخوتي اروح نستكشف حاجة اخرى ومنا ولا منا ديب ولا كلب ولا شيء خوتي اللي يعرف اسكو هذا ديب ولا كلب خلوا لي تعليق. هذا اخوتي منظر هذا كنت بيه اخوتي منو صار مزق لك شكلاب تما وما من نار كاين يا هذا اخوتي منظر ولا اروع مش اخوتي لقيت هادو راه كاين زوج ثاني مليون
اخوتي هذا المنظر الرائع. صالو منظر رائع بزاف. وسكات سكات ما تسمع والو ما تسمع والو بحر ما تسمعش. شوف ما شاء الله. دوماج حنا صافي بليزير ولا صافي بليزير. حنا في الجزائر ولا عندنا اماكن بزاف شابه على هذه صاشا ولا صار هنا وسخ ما كانش كاع كاش وسخ. هذه كون جات في الجزائر والله لو وسخ تلقاها كاع مخسر هذه البلاصه. شوف الله يبارك ما كانش كاع وسخ ما كانش. هاودي هذا ماشي وسخ هذا يديروا لك طوطه ولا كلاب يشربوا الماء يحطوا لهم ماكله فيها. هذا مكان هاو دوك طوطه هذه لابوبل هاودي هنا يريحوا الناس. اسكو كاين وسخ والله ما كاين وسخ فوتي. صار له منظر خلاب. كون جينا حنا نساهموا في النظافه والله بلادنا تولي كيما هاكا نقيه. شوفوا المنظر ما كاش حس ما كاش غادي نسكت وسمع ما كاش حس. سبحان الله ما كاش حس. تحس روحك راك في عالم واحد اخر كاع. شوفوا اخوتي وسكات ما كان تحت. حنا في الغابه وتلقى الحس. خوتي اللي كريت عليه الفيلو ما لقيتهش. انا نحوس عليه شي كاع وين جاي. خوتي منصحكم كاع تكرعوا على هذا اللي كريت عنده. الاولى قال لي 25 ليره وقال لي حتى تجي خلصني دروك. مين جيت قال لي 50 ليره. هذا ما فهمت عليه قال لي بلي حتى تجي من بعده خلصني. سي بون وصلنا خوتي لا فان تاع هذا الفيديو. جيسبر كو عجبكم. ما تنسوش ديرونا لايك وابوني والى فيديو اخر.